دوك سميتي سونيا التراب، انا مخرجه سينمائيه بنت مكناس، كندير الافلام الوثائقيه، كنكتب ايضا الافلام التلفزيه، وكنوجد دابا فيلم سينمائي قريبا غادي نصوره. انا بديت كصحفيه، ومن بعد كنت كاتبه، كتب جوج الكتوبه، وهذه واحد 7 سنين 8 سنين قررت نبدل، حيت لقيت راسي ملي كنت كنكتب لقيت راسي كنكتب بواحد الطريقه سينمائيه، كان دو مانيير تري فيزوال، ولقيت راحتي قلت مع راسي في الحقيقه يمكن فينال ما خصني ندير السينما، ما خصنيش نبقى في الليتيراتور. وبصح لقيت راحتي في السينما، دوك بديت بالافلام الوثائقيه، بديت بدي سوجي سوسيو دو سوسيتي، بحال دابا شكسبير البيضاوي ديال كيفاش حنا المغاربه تنقولوا كنبغيك، حنا في الكرمه ما عندناش كلمه باش نعبروا على الحب. فيلميت مع الشباب لحي محمدي، واحد الفيلم اللي سميتو الحصله، اللي كان دار واحد الضجه شويه كبيره. درت بزاف، درت 7 الافلام الوثائقيه، اخر فيلم راه بيانتو غيدوز في الجزيره، وخلاص الافلام ديالي تيدوزو في دوزام. عجبني الفيلم الوثائقي حيت عجبني الواقع، وكنظن بان حنا في المغرب خصنا نتفقوا اكثر في الافلام الوثائقيه، وخصنا نبينوا الواقع ديالنا، وخصنا نقبلوا نشوفوا راسنا. نرجع معاك شويه نتصلوا في هادشي اللي قلتي لنا كامل، بالنسبه لجوج كتب اللي كتبتي شنو الاسماء ديالهم والقصه ديالهم باختصار كل واحد؟ الوغ في 2011 خرج الكتاب ديالي الاول اللي سميتو شاما بلانكا، وهو قصه ديال واحد لا جون فام اللي سميتها شاما، مغربيه مشات تقرا في فرنسا ودارت حقيقة قرات في فرنسا وعاشت تماك سنين، ونهار اللي رجعت للمغرب باش تستقر وتخدم داك الشيء لقات راسها بحال جاتها واحد الصدمه بان رجعت في بلادها ولقات راسها ديك البلاد ما موافقاهاش، ماشي داكشي اللي كانت تتصور غادي. المهم كانت واحد نسميوه لو شوك كولتوريل رونفيرسي. والثاني سميتو لا ريفولوسيون نا با او ليو، اتصور لم تكن، وكان على حساب ديك الحركه ديال 20 فبراير، وكيفاش الشباب حلموا وبغاو يبدلوا بزاف د الحوايج ولكن ما قدروش يبدلوا راسهم. وبين باش الا بغينا نديرو الثوره خصنا دابور نديرو الثوره الشخصيه، عادي يمكن نديرو الثوره كوليكتيفمون. دوك كاين شكسبير البيضاوي، الفيلم ديالي الاول اللي خرج في 2017، وعلى كيفاش حنا المغاربه ما تنعرفوش نعبوا على الحب، وما عندناش كلمات باش نعبوا على الحب، وهذه كتعني شي حاجه علينا. وكنت صورت مع سوق جوق تمثيل البيضاوي اللي كيديروا كباري الشيخات، وكنا وداروا واحد الترجمه ديال شكسبير بالدارجه، دوك كانت واحد التجربه زوينه بزاف. والفيلم باقي كيدور في العالم كله، ودابا غيدوز في دوبلان اون مارس في الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو دوبلان. الفيلم الثاني ديالي كان سميتو الحصله، وصوت مع الشباب لحي محمدي، وطرحت داك السؤال من الاغنيه ديال المشهب اللي سميتها الحصله. بعد ما كنت في نومي هاني بقيت اليوم وحدي ممدود، فين هما شلا ناس سماني كلهم غابوا دوك الاسود. دوك مشيت لحي محمدي وطرحت السؤال ديال بصح فين هما دوك الناس لحي محمدي اللي في السبعينات، لحي محمدي خرجوا منه بزاف الناس في السبعينات اللي مهمين، واللي زعما ايزو انفلونسي لي زار ولو سبور ولا كولتور في المغرب. ودوك شنو وقع؟ علاش ما بقاش لحي محمدي تعطي بحال اللي كان تعطي؟ ودوك هذا الفيلم دار واحد الضجه، والا كري واحد لو ديبا اللي كان مزيان. ومن بعد درت كانت واحد لا سيري دوكيومونتير على ود المدرسه والتربيه ليدوكاسيون في التعليم في المغرب، ودرت في الاخراج الى 4 الافلام فيها، نوتامون واحد سميتو أستاذ إسماعيل، على واحد الأستاذ ديال البريمير وكيفاش كيتقاتل مع الدراري وداك الشيء في لونسينيمون بوبليك. ودرت واحد آخر سميتو مدرسة الحياة، على واحد السيد سميتو رشيد وكيفاش تمشي تقنع الشباب يديرو لا فورماسيون بروفيسيونيل، دوك تنقدهم. وآخر فيلم درت واحد على مولاي إسماعيل لو ليسي هنا، سميتو جينيراسيون مولاي إسماعيل، وعجبني كانسا بزاف، وكنهضرو كيفاش مولاي إسماعيل سان دي باغمي لي بلو كغون ليسي في المغرب، وكيفاش خرجوا منو لي زيليت، وشنو باقي تعطي مولاي إسماعيل لو ليسي اليوم. ودرت لو ديرني فيلم ديالي عاد داز هاد الحد، سميتو ليكول دي سيم، مدرسة القمم، وعلى واحد المدرسة بأيت بوكماز، وكيفاش حنا في فيسبوك ماز زعما اونتي كليشي، انت كتصوب بزاف د الحوايج على لو موند رورال الباديه وعندهم مشاكل توي، وفات نو كاينين اليوم دي زينيسياتيف في الباديه وفي لو موند رورال اللي هي يمكن لا انت تانسبيري كنت تبغي دير بحالهم، نوتامون هاد المدرسه اللي كدير دو نوفيل ميثود، والدراري كما كنتي منين ما جيتي يمكن تقرا فيها، وواحد الموديل فريمون في سبيسيال وعجبات الناس بزاف حيت سي موديل بوزيتيف، والناس اليوم باغين دي زيكسبيريونس بوزيتيف، باغين شويه ديال الامل. الجديد ديالي هو الفيلم اللي كنوجد دابا اللي سميتو لي جاردان دو بارادي، دونك هو سافا يتخلي اول مره سافا يتكون فيكسيون،
ولكن فيكسيون دوكيومونتير دوك لاك لاسبي دوكيومونتير ديما الوثائقي ديما غادي يبقى معايا. وعندي واحد الفيلم حتى هو غيخرج في غيدوس في الجزيره سميتو اما مريم، مازال ما عرفتش لا دات اكزاكتومون مي ساليتو غيدوس قريبا في الجزيره. او فات الفيلم الوثائقي سي اون رونكونتر سينو تتمشي كتلقى لو بيرسوناج هو اللي كيعطيك الفيلم. وانا تنخدم بواحد الطريقه اللي كنصور بزاف، يمكن نصور 100 ساعه وديك 100 ساعه كنخرج منها فيلم فيه ساعه، دوك الكتابه كتكون في لو مونتاج، مي قبل لو مونتاج كتكون لا رونكونتر، كتكون لا كونفيونس، كتكون واحد الخدمه، وكل نوبه كتمشي كتصور فوق ما كتصور ما حد ليستوار كتكتب. صح الشباب هي هذه ديال الافلام الوثائقيه سورتو لي فام، حيت لي فام لي جون فام اللي باغيين يديروا السينما، والسينما في العالم كله صعيب باسكو سا دوموند دي مويان وداكشي. ودابا في العالم كله لي فام سون بار دو دوكيومونتير، تيديروا دوكيومونتير علاش؟ حيت دوكيومونتير يمكن لك تزيري كاميرا وش بها التليفون هكا الصوت وتمشي وتبداي كتخدمي وتبداي كتصوفي وشويه بشويه. وكاينين دابا دو بلوز اون بلوز دو فون داتوليي اللي تيخليوك ديري افلام وديري دي رونكونتر وكتعلمي بزاف في الدوكيومونتير. والشباب كله ماشي غير لي جون فام كيتعلموا بزاف في الدوكيومونتير. وهي انا بان لي باش نعرفوا المجتمع ديالنا وباش ننمي البلاد ديالنا وباش فريمون نديروا سينما جديده ودي نوفو روكار، خصنا هو لابد ندوزو بالفيلم الوثائقي. انا كناضل على الفيلم الوثائقي في المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.